نشرة لأهم وآخر الأخبار أقدمها إلى حضراتكم من قناة عاد. أهلا ومرحبا بكم. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي يوم الأحد استقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غرونبورغ ومساعده معين شريم للبحث في فرص تمديد الهدنة مع استمرار تعنت الميليشيات الحوثية إزاء كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. وفي اللقاء أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وخصوصا القرار رقم 2216. وأشار الرئيس إلى دلالة موقف الميليشيات الحوثية المعادي لجهود السلام والمساعي الحسنة لوقف نزيف الدم مقابل المبادرات التي سهلت لها الحكومة الشرعية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في كافة أنحاء البلاد، بمن فيهم أهلنا الخاضعين بالقوة لسيطرة هذه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور المبعوث الأممي وفريقه من أجل إحلال السلام والاستقرار، مؤكدا دعم المجلس والحكومة لهذه الجهود وأهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع الميليشيات على التعاطي الجاد معها وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادتها وداعمهم الإيرانيين. استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض سعادة بيتر ميناذر سفيرة مملكة السويد لدى السعودية وعمان واليمن، مثمنا بالدور المحوري الذي لعبته السويد في الدفع بجهود إحلال السلام في المنطقة. وناقش اللقاء الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمعين الإقليمي والدولي لتمديد الهدنة الأممية ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتمكينهما من القيام بالمهام المناطة بهما في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وإنعاش الاقتصاد المنهار. وجدد النائب الزبيدي حرص المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي على التعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة لتمديد الهدنة للمضي قدما نحو الوصول إلى سلام شامل في المنطقة، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية تظل حجر عثرة أمام تلك الجهود بتعنتها واستمرار خروقاتها وتمصلها عن الوفاء بالتزاماتها. ونوه الزبيدي في سياق حديثه بأن الميليشيات الحوثية ليست سوى أداة للنظام الإيراني وستظل تحركها إيران متى شاءت. وأشار الزبيدي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعاطى مع جهود تمديد الهدنة بشكل إيجابي تقديرا للوضع الإنساني في الوقت الذي ستظل كل الخيارات مفتوحة أمام المجلس للدفاع عن المناطق المحررة وحماية أمنها واستقرارها. من جانبها أكدت سفيرة مملكة السويد دعم حكومة بلادها لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده الهادفة لتطبيع الحياة وترسيخ الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد والدفع بجهود إحلال السلام في المنطقة. حث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عثمان جلي رئيس أعضاء هيئة التشاور والمصالحة على تكريس جهودهم وأفكارهم لدعم رؤى التوافق الوطني انسجاما مع متطلبات المرحلة في مواجهة التحديات التي فرضتها الميليشيات الحوثية على شعبنا اليمني. جاء ذلك خلال لقائه رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه، حيث استمع منهم إلى خلاصة النقاشات والمقترحات التي توصلوا إليها خلال الفترة الماضية والأولويات المناطة بهم وتقديمهم للمجلس. وأكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن التباين في الآراء بين القوى اليمنية الرافضة لمشروع الحوثي تمثل المسار الصحيح للخروج بحلول شاملة تلبي حاجتنا إلى بناء وطن يتعايش الجميع فيه دون مغالاة من طرف على آخر. من جانبهم أكد رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة على دعمهم الكامل لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي باعتبار مهمتهم تمثل الركيزة
لمجلس القيادة في القرارات والتوافق للمضي قدما. أفادت مصادر لعدد من وسائل الإعلام الدولية الأحد بأن المبعوث الأممي لليمن هانس غرونبورغ أبلغ مجلس الرئاسة اليمني موافقة الحوثيين على تمديد الهدنة في اليمن. وكان ما يسمى الوفد التفاوضي للحوثيين أعلن عن وصول التفاهمات حول مقترح أممي لتمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية التي تنتهي مساء الأحد إلى طريق مسدود، في رفض ضمني للمقترح الذي قالت الحكومة الشرعية إنها ستتعامل معه بشكل إيجابي. ولوحت الميليشيات بالعودة إلى الخيار العسكري بعد نحو 6 أشهر من التهدئة النسبية تعد الأطول منذ اندلاع الحرب قبل 8 سنوات. ترأست اليمن أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب التي اعتمدها مجلس وزراء النقل العرب عام 2004، وكذا مناقشة جملة المعوقات والصعوبات والملاحظات والتحفظات لدى الدول العربية بصدد إزالتها بغرض رفع المشاركة العربية في الاتفاقية. وسيخرج الاجتماع بعدة توصيات ذات صلة بالمواضيع المشتركة للجهات العاملة بالنقل البري للرفع بها إلى ذوي الاختصاص لاتخاذ قرارات الأزمة بهذا الشأن. أعرب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني عن شكر الحكومة لمنظمة اليونسكو على المشاريع المقدمة لدعم قطاع الثقافة في اليمن، سواء المشاريع السابقة أو الحالية. جاء ذلك خلال لقائه بالمدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أرنستو أتون، حيث عبر الأرياني عن تقديره لنجاح اليونسكو في توفير فرص عمل لعدد 5000 شاب وشابة والحفاظ على أكثر من 400 مبنى تاريخي ودعم مؤسسات ثقافية مجتمعية وتمكين عدد من الفنانين والفاعلين في مجال الثقافة خلال السنوات الماضية. أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي إن الميليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 1450 حالة انتهاكات طالت الصحافة والصحفيين في اليمن، بينها مقتل 51 صحفيا وتعرض أكثر من 350 آخرين للاختطاف والإخفاء القسري. جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين والخاصة بإطلاق مقترح الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين على هامش الدورة 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. واستعرض الأسيدي في الندوة واقع الصحافة والصحفيين في اليمن في ظل الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014 من خلال إغلاق العديد من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية ومصادرة ونهب محتويات مقراتها، والانتهاكات التي طالت الصحفيين من خلال عملية الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل وغيرها من الانتهاكات، تطرقا إلى القيود التي تفرضها الميليشيات الحوثية على حرية الإعلام والصحافة وحرية التعبير. وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أحكام الأعدام الصادرة من قبل الميليشيات الحوثية بحق 4 صحفيين، مطالبا الميليشيات الحوثية بالوقف الفوري عن الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين وإلغاء المحاكم والأحكام الصادرة بحق الصحفيين وإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق الصحفيين فورا دون قيد أو شرط، كما طلب بتفعيل قانون عدم الإفلات من العقاب ومتابعة المنتهكين للحريات الصحفية في اليمن. افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة عدن فعاليات الاجتماع الربعي لفرق الجودة ومكافحة العدوى في المرافق الصحية المستهدفة بمحافظة عدن، والذي نظمته الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى
بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة GSE وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشاركة عدد من كوادر 10 مرافق صحية في عدن. وقف الاجتماع الذي يأتي في إطار مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي صحتي أولاً أمام نتائج تقييم المسحين الأول والثاني للمرافق الصحية 10 وأهم منجزات وتحديات تطبيق سياسات الإجراءات الجودة في المرافق الصحية ورفع احتياجات تحسين الجودة في المرافق الصحية. ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيخ بالمكلا يوم الأحد مشاريع دعم الاستقرار في اليمن التابع لمنظمة GIZ. واستمع أمين عام محلي حضرموت من مدير المشروع أحمد سعيد العميري إلى الدور الأساسي لمشروع دعم الاستقرار في اليمن المتمثل في دعم المجالس المحلية وهياكلها المختلفة من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تحتاجها في القطاعات المختلفة. وأوضح مدير المشروع أن المنظمة بصدد تمويل عدد من المشاريع في قطاعات المياه والصحة وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب مشاريع في التعليم العالي سيتم تنفيذها مباشرة عبر السلطة المحلية. وعبر العمقي عن تقدير السلطة المحلية بالمحافظة للجهود المبذولة لمساندة السلطة المحلية في عملية البناء المؤسسي والتنمية من خلال دعمهم للمشاريع في مختلف القطاعات، مؤكدا بأن تحظى بتقدير واهتمام قيادة السلطة المحلية برئاسة محافظ المحافظة الأستاذ مبخوث بن ماضي من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع بما يضمن أن تصب في مواقع الاحتياج الفعلي لها. دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي يوم الأحد بمعهد حضرموت الصحي بالمكلا حملة التحصين التنشيطية ضد فيروس كوفيد-19 بلقاح جونسون التي تنفذ خلال الفترة من 2 شهر أكتوبر وحتى 6 أكتوبر الحالي برعاية وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف. وتسادف الحملة نحو 38,773 مواطنا من سن 18 سنة وما فوق وقرابة 121 فريقا متحركا بالإضافة إلى 68 مشرف ومنفذ لمديريات حضرموت الساحل وعدد 12 من مدخلي البيانات. وخلال التدشين أكد أمين عام محلي حضرموت صالح العمقي أهمية التحصين لجميع الفئات المستهدفة من سن 18 وما فوق موضحا ضرورة توعية وتثقيف المواطنين بفائدة التطعيم من قبل الفرق الميدانية والطبية العاملة والمتنقلة في التجمعات السكانية لمناطق ومدن حضرموت. وقع بالمكلا على مذكرة تفاهم بين شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت وفرع نقابة الصحفيين اليمنيين بحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى. وتعد مذكرة التفاهم التي وقعها عن جانب فرع شركة النفط مديرها العام الدكتور خالد سلمان العكبري وعن فرع نقابة الصحفيين رئيس الفرع الأستاذ سالم علي الشاحت الإطار العملي العام الجامع بين الطرفين في كل تفاهماتهما العلمية عما تقدمه الشركة من خدمات للجمهور ضمن نشاطها في مجال تسويق المشتقات النفطية ودعمها المجتمعي. وتنص المذكرة على سعي الطرفين كلا في مجاله إلى تقديم ما عليه من خدمات تجاه الآخر وفقا للإمكانيات وكذا التفاهم عند حدوث أي إشكاليات قد يتسبب بها بعض منتسبي الطرفين تحت الإطار التنظيمي لموقعي مذكرة التفاهم هذه وذلك بجلوس قيادات الشركة والنقابة معا لإنهاء مثل هذه الإشكاليات بعيدا عن أي تصعيد لا يخدم الصالح العام. وفي حفل التوقيع أكد المدير العام لفرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري على توقيع الشركة هذه المذكرة مع فرع نقابة الصحفيين يأتي لتعزيز التعاون المشترك وفي إطار اهتمام الشركة المتواصل
بخلق شراكات مع منظمات المجتمع المدني بهدف خدمة المجتمع، مرحبا بمساندة أي جهد في مجال بناء القدرات ودعم مشاريع فرع النقابة التي تختص بالتدريب والتأهيل لمنتسبيها. بدوره اعتبر رئيس فرع نقابة الصحفيين الأستاذ سالم علي الشاحت توقيع المذكرة بادرة إيجابية ستفتح آفاق رحبة للتعاون المشترك لخدمة طرفين، مبديا شكره لما أبدته قيادة فرع شركة النفط بساحل حضرموت من استعداد في مساندة تنفيذ أنشطة وبرامج تدريبية مشتركة يستفيد منها منتسبي الصحافة والإعلام. إلى الشحر، حيث وقف تنفيذي الشحر في دورته 8 سبتمبر 2022 المنعقدة برئاسة الأستاذ مصبح العبد البحسني نائب المدير العام لمديرية الشحر لمناقشة تقارير عن نشاط مكتب التربية والتعليم ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومحو الأمية وتعليم الكبار ومعهد الشحر الصحي. واستهل الاجتماع بدعوة نائب المدير العام لمديرية الشحر مدراء المكاتب لبذل مزيد من الجهود الرامية إلى تحسين أداء المكتب التنفيذي بالمديرية ورفع الإيراد، ليتم بعد ذلك متابعة تكاليف المحضر السابق ومدى تنفيذها، إلى جانب مناقشة تقارير المدرجة ضمن نشاط الدورة 8 للمكتب التنفيذي للعام 2022. ويخرج أعضاء المكتب التنفيذي بعدد من التوصيات والتكليفات والقرارات، منها إقرار المكتب التنفيذي بالتقارير المقدمة من مكتب التعليم الفني والتدريب المهني وجهاز محو الأمية ومكتب التربية والتعليم ونشاط المعهد الصحي، كما تم تكليف السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة والأمن بالجلوس مع ملاك المخابز بالمديرية لإلزامهم بالوزن والسعر المحدد، ومتابعة السلطة المحلية لفرع مؤسسة الكهرباء بالمديرية لربط البئرين بالكهرباء في حقل المويجة ووضع الحلول والمعالجات لمشاكل المياه بالمديرية. إلى المكلا، حيث عقد بمدينة المكلا اللقاء الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي الأول لصحة الأم والطفل بمحافظة حضرموت برئاسة الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس اللجنة الدكتور عبد العزيز سعيد الصيغ. أكد الدكتور الصيغ استناد المؤتمر إلى لوائح ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع ولما تقتضيه مصلحة المحافظة تقرير إقامة هذا المؤتمر العلمي الطبي في مجال صحة الأم والطفل، والذي سيستضيف الاستشاريين والاختصاصيين في هذا المجال من داخل وخارج المحافظة والوطن. الجدير بالذكر أن اللجنة التحضيرية قد أقرت انعقاد المؤتمر الدولي الأول لصحة الأم والطفل بمدينة المكلا محافظة حضرموت في تاريخ 28 إلى 29 ديسمبر 2022، ودعت اللجنة المعنيين بالأمر كافة للمشاركة الفعالة لإنجاح أعمال هذا المؤتمر، كما تم إقرار اللجان العاملة في المؤتمر. بحث الأستاذ أمين عبد الله بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، بحث سبل التعاون المشترك بين مكتب الوزارة بالمحافظة وفرع مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بما فيه خدمة القطاع التربوي والتعليمي. جاء ذلك خلال لقائه بالمدير التنفيذي للمؤسسة الأستاذ أحمد سعيد التميمي الذي أطلعه على نشاط المؤسسة في طباعة الكتاب المدرسي وفقا لرؤية وخطة المؤسسة العامة بالعاصمة عدن. وأشار بعباد إلى الصعوبات التي تواجه سير العملية التربوية والتعليمية بمدارس المحافظة في ظل شحة توفير الكتاب المدرسي بسبب ما تشهده المحافظة من الإقبال المتزايد سنويا من قبل النازحين والوافدين من دول الجوار نظير الاستقرار وانتعاش التنمية، مثنيا على جهود القيادة التربوية السابقة التي أثمرت في متابعة وإنجاز طباعة الكتاب المدرسي وتوفير المنهج الموحد لرياض الأطفال على نفقة السلطة المحلية السابقة.
أكد الأستاذ أحمد سعد التميمي حرص فرص المؤسسة تقديم أوجه الدعم لما فيه مصلحة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة. ولفت التميمي إلى أن فرع المؤسسة ينتج يومياً 24,000 كتاب، أي تعمل على نطاق الإقليم الشرقي لمحافظات حضرموت الساحل والوادي وشبوة والمهرة وسقطرة، إضافة إلى مأرب والجوف. استقبل مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين عبدالله بعباد بمكتبه وفداً من جامعة حضرموت برئاسة نائب رئيس جامعة حضرموت للشؤون الأكاديمية البروفيسور عبدالله صالح بابعير. سرد بعباد طبيعة عمل مكتب الوزارة منذ تعيينه مديراً للمكتب في عقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الشعب والدوائر ومديري الإدارات التربوية والتعليمية على مستوى المديريات والنزولات الميدانية للاطلاع على ما يعتمل من سير العملية الدراسية، مشيراً إلى أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة حريصة على خلق الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمؤسسات التعليمية والمنظمات المانحة في تنفيذ الخطط والبرامج النوعية التي تسهم في الارتقاء والنهوض بواقع الحقل التربوي والتعليمي على مستوى مديريات المحافظة. وقال بعباد أننا نسير وفقاً توجيهات ورؤية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي الذي يواصل المشوار في دعم قطاع التعليم وأعطائه عناية خاصة لإدراكه بأهمية التعليم في مستقبل بناء الأجيال والأوطان. وأكد وفد الجامعة أهمية خلق الشراكة النوعية بين الجامعة ومكتب التربية في تنفيذ العديد من البرامج والاستفادة من الأبحاث العلمية التي تعالج المشاكل الواقع التعليمي في حضرموت. مشاهدينا الأعزاء، قدمنا إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية الموجزة من قناة عاد. شكرا لطيب المتابعة، أطيب المنى، وإلى اللقاء. لإعلاناتكم على قناة عاد المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية